الصبر على المصائب قربة إلى الله جل وعلا. الله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا أصاب المرأة أو الرجل هموم أو غموم من دين أو من عداوة أحد أو من عداوة والديه أو من جيرانه وصبر ولم يفعل إلا الخير فله أجر عظيم. وهكذا إذا صبر على الأمراض أحزان موت قريب كل ذلك فيه الخير العظيم والفضل الكبير. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.